حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. مثل ما تعرفون أيام حصاد الحنطة مستمرة بعموم المحافظات العراقية، والأخبار الجيدة تقول أن العراق يقدر يوصل إلى 4.5 مليون طن، رقم جيد جدا بل ممتاز في ظل الظروف القاسية اللي أهمها شح المياه والتغيرات المناخية في العراق والعالم. توجه كادر برنامج أرض السواد إلى محافظة صلاح الدين في منطقة الشيخ جميل القريبة من العبايتي والدجيل لمشروع زراعي متكامل صورنا به عدة حلقات سابقة ومتنوعة، ولكن هذه المرة حلقتنا تخص حصاد الحنطة. ورغم درجة الحرارة وصلنا للعبايتي، هذه المنطقة الزراعية والاستراتيجية المهمة في محافظة صلاح الدين اللي حقيقة تيجي جداً على ضفة النهر دجلة الأخرى، هي محافظة ديال السعدية، ومن هذه الجهة تقع منطقة الطارمية، وهذه الجهة منطقة الدجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين. هذه المنطقة تتميز مميزات كثيرة جدا مثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة، بيها زراعة استراتيجية وبيها بساتين وبيها زراعة خضار وبيها كثير من الأمور وحتى تربية الثروة الحيوانية، ولكن حلقة اليوم راح تختص بموضوعة الحصاد اللي مستمرة من قبل تقريبا 10 أيام في هذه المنطقة ومستمرة بالمناطق الأخرى. مثل ما تعرفون بداية الحصاد تكون في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية، وتباعا من الوسط إلى الشمال تبدأ موضوع الحصاد. حقيقة جهود كبيرة جدا يبذلها الفلاحين والمستثمرين بالزراعة. هذا المكان أرض السواد زائرة سابقا، وصورنا حلقات كثيرة جدا حول موضوع الثروة الزراعية. حلقتنا راح تكون مختصة بموضوعة حصاد الحنطة، هذه الحنطة الاستراتيجية اللي البلد يعتمد عليها اعتماد كبير جدا. يا رب حلقة ممتعة. أحبتي المشاهدين، طبعاً من نوصل بالقرب من الدجيل أو منطقة العبايتي في صلاح الدين، جنوب صلاح الدين، دام الاتجاه برنامج أرض السواد يروح على مزرعة فهد العبيدي وشقيقه عزيز العبيدي. الاستثمار الزراعي عندهم زراعة استراتيجية، محطات أبقار مستقبلاً، عندهم أشجار زيتون، أقفاص أسماك، بحيرات أسماك، بيوت بلاستيكية. ما شاء الله اهتمامهم وحبهم كبير جدا بالزراعة. واللقاء الأول مع المستثمر الزراعي فهد العبيدي. أهلا وسهلا بك فهد. أهلا بيك، صحتك إن شاء الله بخير. مشتاقين لك. أنا أكثر. الله يحفظك. بس أنت تمر هواي البغداد، ما تمر علينا؟ والله أجي قريب عليكم يعني، مر يعني قناة الأيام تندلها إن شاء الله. الله يخليك. فهد يعني بدأ التعب وبدت امور الحصاد ما شاء الله، حمله بدت. قبل ما ندخل بموضوعنا اريد اسالك سؤال افتهمه حتى والمشاهد يريد يفتهمه. نعم. يعني احنا كالعراق عموما محافظات العراق، ليش مثلا البصره تبدي اول بعدين تبدي ذي قار وبعدين السماوه واخر شيء الشمال؟ شنو السبب؟ الزراعه تدري تتبع الجو، البصره احار من الشمال. نعم. ذلك هي فترات الحد ما تنتهي بالشمال. نعم. عموما هاي المنطقه اللي احنا بيها هي تعتبر تابعه لصلاح الدين. تابعه لصلاح الدين. ايش وقت تنزرع وايش وقت تنحصد؟ تنزرع اذا عندك مساحه كبيره تبدي بدايه العاشره او 10/10، تنتهي تقريبا 25/12. نعم. هاي فتره الزراعه مو فتره السقي. الزراعه يجوز يعني جوز الزراعه 10/10 تسقي 15/10. نعم. وفترة الزراعة 25/12 أهم تسقي لازم بنفس اليوم يعني قريب ما تعبر للواحد. أيه. فهي هاي. أها يعني على متفرق توقيتات لا أكثر. أي بس أفضل وقت للزراعة هو يعني بصلاح الدين 11. يعني 11/15/11. الحصاد شو وقت يبدي؟ الحصاد يبدي من السنبل يبدي يعني نقدر نقول 20/5. 20/5 15/5 ها يبدي. يبدي يعني انتوا تعتبرون متاخرين؟ نعتبر متاخرين، احنا الحاصده وصلتنا متاخره. الحاصد اي والله. يا
يعني مناطقكم تقريبا تجزء بالمشروع الاستثمار ايش قد زرعتوا؟ تقريبا 900 زارعين هسه. 900 اي تقريبا. هاي يعني لازم تنتج اقل شيء فد 1000 طن. اي 1000 1200 تعبرون هذا الرقم ان شاء الله ولا لا؟ لا ما احنا نعبره. ليش؟ لان تدري مشاكل المي ومشاكل الكيماوي، تاخرنا بالمي وتاخرنا بالكيمياء، ولو الكيمياء وجاء من وقت يعني نقول. أيه. وعندك المبيدات شويه اذتنا، المبيدات مو شويه هواي اذتنا. يعني ما اشتغلت. 900 دونم جد راح تنتج توقعاتك؟ ممكن تنتج 700 600. هذا يعتبر فشل لو نجاح؟ لا والله فشل يعتبر. لا والله زي. بعض المساحات يعني مساحه تغطي على مساحه، يعني انت عندك مساحه تثبت 200 250 كيلو بس الدونم الواحد. يعني ماكو يعني ما ذاب قليل هذا عاد 6 كلش كلش. ها يعني اذا انت قلت اكو اسباب لها، يعني الحنطه تريد 5 إلى 6 ريات، هي ما حصلت لها الخمسه، خمسه ما وصلتها. يعني ما فادت الامطار؟ لا الامطار، الامطار شو تفيد؟ الامطار راح تفيدك تدري بشنو؟ راح تجيكم الطحين، راح يجيكم فش طحين فقط. هاي بس بس مو على ما, ما ما تسقي الامطار، ما تسقي اذا مو 3 أيام جرى واحده مستمره. اي مستمره. هاي منطقه كانت امطارها زينه؟ امطارها يعني مو كلش مثل بغداد. أه لان هالسنه الجنوب حصل امطار اكثر من الشمال. يا سبحان حتى خزين الله. ماكو صحيح. يعني انت اذا انتبهت خزين ماكو هالسنه. إيه لان مو بالشمال، مو بالشمال. إيه بالشمال احنا خزين سيول يجي بالشمال. نعم. اي ما شاء الله بدا هذا الحصاد هذا. اي هاي هنا قلت لي من الصويره جاي الان. من الصويره مش حاميه تحديدا. مش حاميه. إيه. وجاكم لهنا. اي والله جانا. علاقتكم قويه. كلش قويه. ما شاء الله حلوه. فهد ذكرت لي معوقات انه ليش ما وصلنا الى انتاج جيد. ذكرت لي اول شيء المي. المي إيه؟ المي انا شفت شفت الاسحاقي؟ شفته. قبل يوم انت توسو. قبل يوم فتحوا البوابه. استفاد بي انا بعد. لا هم فتحوا جماعه الخباز. جماعه الخباز. البساتين والخباز. نعم. فهد اريد اعرف المي انه هاي المناطق كلها تسقى على السقي القديم؟ شفت اللي يحفر البير؟ اي شفته. شفته. ظل 3 أيام يحفر، هو بصف الاسحاقي بده يحفر فيهم بقعته. ماكو مي. ماكو مي. مي ماكو. يعني انت يجيك ممكن اسبوع، واسبوع ما يجيك، والنبات هذا بين يوم ويوم لازم تسقي. زين انتوا عندكم فكره التحول الى النظام الحديث بعد توجيهات رئيس الوزراء؟ شفت المرشات اللي عندنا؟ ايه؟ احنا بعدنا ما ناصبيها. عندنا 120 وعندنا ال 80 وعندنا. هاي اخذتوها كاش بفلوسكم لو عن طريق القروض؟ لا اكو وحده مو كاش. 120 مو كاش. عن طريق القروض؟ اي عن طريق القروض. قبل ايش قد اخذتوها؟ قبل 3 سنوات. لا انا اريد اعرف المبادره الجديده. ما لحد ما قدمنا كل شيء عليها. ليش؟ تدري تشوف فلوس واحد ذاك الوقت تشوف دربك على قولتهم. وهي قروض يعني وما بيها فائده. اي هم قالوا تعالوا قدموا اللي يريد، يسجلون اسمه ويروح للمديريات الرئيسيه يم دات قسم الارشاد. نعم. عاد هم يرفعون للوزاره ما يصير كميه. نعم، يعني فهد سؤال انه مثلا لما رئيس الوزراء يقول انه الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات ري حديث الموسم القادم راح يحرم من الدعم. يحرم من تسجيل الخطه، الدعم اللي هي اسمده ومبيدات. يعني او تسويق اكيد. تتوقع العراق راح يتحول الى الري الحديث؟ اي متوقع لان هم 100%؟ يعني مو 100%، لا اكيد مو 100%. 80% زيد. يعني يجوز 70%، لان هي هسه 10,000 10,000 منظومه. منظومة 60 ومن 80 و120. نعم. راح تتوزع ال 10,000 ست محافظة. صحيح. يعني إذا توزعها صلاح الدين يخلص. أنا صلاح الدين حصتها يمكن 571 منظومة بس. لا لازم أكثر بعد. يعني هسه احنا هنا يحتاج لنا 4 منظومات لو 5. صحيح. احنا عندنا بس 3. ال 1000 دونم جيت كيف فيها؟ حسب المساحة، يعني المرشة تريدها خطية أو تريدها محورية. المحورية يكون فيها 60 120 80 واكو. نعم. 250 واكو. نعم. حتى 300. اي قلت لي انه الانتاج، يعني انا قلت لك تحقلت لي 900 دونم، انا توقعت انه 1000 دونم هيك، ولكن قلت لي اقل راح تكون. ايه. قلت لي اول شيء المياه، ثاني شيء اريد اعرف موضوع المبيدات، يعني ما شاء الله انا صح مبيدات. يعني انت شفتها؟ يعني اشوف القاع خير من الله، بس الادغال، الادغال يعني الادغال صار اكو ادغال باخر مطره طلعت، تدري باخر مطره تطلع هاي تجي ويا الهواء ويا المي. صح. مطره داخل مطره طلعت، بس عندنا مبيدات ما اشتغلت هسه. ليش ما اشتغلت؟ يعني لو تقول بقطعه يعني 200 دونم ما اشتغلت بيها مجال، و200 لوخ اشتغلت بس كل المساحه ما اشتغلت. ليش ما اشتغلت؟ شنو السبب؟ ما اعرف.
مناشئ يعني سيئة. احنا كل سنه انت شفت العام اول العام شلون الحنطه صحيح. ما فيها ادغال صحيح. من الدوله، بس هالسنه اللي استلمناه ما اشتغل، مو بس عندي، انت تصعد على فلاحين هواي، هي واحد اساله يقول لي ما اشتغل، واحد سوى راح جاب من ابي المبيدات وكافح كلها. ها يعني اعتمد على نفسه. اعتمد على نفسه. كيف وزعوا لكم هاي السنه؟ هو كافح بس يعني اعتمد على نفسه راح جاب. هالسنه سماد ومبيدات قد وزعوا لكم؟ وزعونا تقريبا للدونم اي دونم 35 مبيدات. جيد رقم جيد. جيد يعتبر جيد. مبيدات هاي؟ لا لا اقصد سماد. سماد مبيدات؟ لا المبيدات هي معروفه. فد رينج معين. نعم انا سامع معلومه انه يعطوكم اياها مو بالعلبه مالتها. طبعا هاي العلبه لازم ترجع دائره الوقايه. نعم صحيح. تفقد الجوده مالتها اذا فتحوا العلبه؟ تفقد الجوده. ايش وقت المبيدات تفقد الجوده؟ ما تحطها بالماشيه وما تستخدمها ورا 15 دقيقه، لازم انت ورا 5 دقائق من راس الاستخدام. و30 دقيقه تفقد نص القيمه. 30 دقيقة إذا هي بالماشية تظل مخلوطة وماشية. زين فهد هيك معلومات تعرفها لأن أنت اختصاصك هذا الموضوع. أكو فلاحين يعني علمياً مو واصل لهالمرحلة، هاي دور منو يفهمهم؟ هاي دور الدوائر الإرشاد، الشعاب الزراعية. دي يشتغلون؟ دي يشتغلوني. يروحون يعني هسه إذا بالعبايتشي دائماً شعب مزرعة العبايتشي دائماً أسوي دورات لهم. دورات وأيضاً من يسلم المبيد يعلمه. نعم. يعلم طريقة الخلط وإذا يحتاج يعني يطلعون وياه. نعم. يعني أكو فلاحين يجون يستشيروك؟ طبعاً قريبين من عندي. إيه أنا أكثر شيء على الفيس. ممتاز. إيه. الأنواع اللي انزرعت شنو؟ نعم. الأنواع أنواع. الأنواع عندك أغلب جهان وعندنا النخبة، شفتها النخبة على الشارع. إيه. وعندك الحدباء. إيه. وعندك شعير إذا شفت أم المرشات. صحيح. هاي شعير حصدناه أول شيء. نعم. الشعير لأن الشعير ما يصير ينحصد من وقت. نعم. قبل الحنطة. شنو النجح يا نوع؟ عندك النخبة زين، إنه كلهم زينات. يباع 99 مزرعة. يباع 99 هم زارعين. هاي يعتبر جيد. شفتها يمكن يباع 99. التجربة. صار مثلثة شوية بعيدة بس فاخرة جدا. نعم. استخدمناها مبيد أجنبي. هسه تشوفها ما بيها دغل. أها. عموما بالعراق شنو أكثر نوعية تستخدم أو تزرع؟ يباع 99. يباع 99 حاليا انواع اجنبيه، بس هي يباع 99 والبعوث 22 كافضل شيء بالعراق كعراقي. نعم. هاي راح تجواها عاد النخبه تدي بعدها ما معروفه. نعم. تاجيتها عاليه يعني تذب 30 كيلو. خو ما صارت حرائق هنا قريبه؟ لا ما صارت حرائق بس. نعم. عندك ابو غريب يمكن صارت. صحيح صحيح. لا يعني كركوك ايه. ايضا صارت بها حرائق. ايه. هالموسم الكميات نتفائل بيها لو كعموم العراق؟ اي ان شاء الله. ايش قلت؟ لان حتى اللي ما زارع زرع هالسنه. العام قالوا راح يجيكم المي وما حد حفر بير، ما حد كان عنده استعداد. صحيح. هسه كلها مستعده، بياره انقطع المي يشغل بير او يكاسر على قولتهم. بين هاي بين هذا وبين هذا، تدري ملوحه 5000 لو 4000 شويه صعبه على الحنطه. صحيح. تعورها. صحيح. تحب تضيف شيء؟ عندك مناشد اليوم لوزاره الزراعه لرئيس الوزراء؟ والله طلبكم انتم اليوم بس اهم شيء القروض. يعني اريد قروض وعلى سنوات بعيده والتسهيلات، اهم شيء التسهيلات، تسهيلات كلش معقده. يعني شنو مثلا؟ يعني انت هسه تريد تاخذ مناشده وانت فلاح لازم تجيب كفيل دوله، هو كفاله القاع. شنو المشكله بكفاله القاع؟ هسه اللي عنده مثلا عنده عقد زراعي 35 هذا لا يباع ولا يشترى. صحيح. بس هو اذا هو 100 درهم تعطيه 100 مليون ما يبيعك اياه. يعني كمثل. نعم فهمتك. فهي يعني على ضمان القاع. معتز بالقاع. معتز بالقاع طبعا. هو على مدى يكتز. ليش هو يريدون الا كفيل موظف؟ الا كفيل موظف او سند عقاري او اكثر اغلب شيء عقارات يعني. روتين هذا. اي يعني هسه المرشة شلون راح يسلموها؟ ماكو غير كفيل موظف. أنا متأكد. واكو بعض الناس نفسياتهم ضعيفة إنه ذكالوا بعض الموظفين قليلة ياخذون جزء من القرض على مود يتكفله يعني. يعني أنا ما شفت. ها. بس والله تصير هي. تصير. ماكو شيء ما يصير. نعم كل التحية والشكر لك فهد. وراح نتجول بالمزرعة ونشوف الحصاد. شكرا جزيلا. تأمر. الله يخليك.
مكملين لقاءاتنا وعندنا لقاء ويا عزيز العبيدي يكون شقيق فهد العبيدي، ملتقين بأحد الحلقات السابقة نتكلم، وكنت تكلمنا على الزراعة على الحنطة، أيضا على الحنطة، هو اختصاص حنطة يعني الصراحة. شلونك عزيز؟ حياكم الله. صحتك شلون؟ اشكرك. اليوم الاحمر منور. والله بعد صاغد. الله يساعدكم يعني. اشكرك والله. انا اعتذر جدا انه قاطعتكم على وقت حصادكم. لا حياك الله. والله يحفظك الله يخليك. يعني الصراحه عزيز يعني التقي انا ويا ناس يزرعون حنطه. نحكي على موضوع الحصاد، ايش قد كلفك السماد الامور وغيرها. ولكن انه لما اجي التقي بيكم الحقيقة كعائلة تعطون كثير من المعلومات العلمية اللي ممكن أيضا بقية الفلاحين يستفادون من البرنامج السواد. أريد أدخل لك بموضوع مهم جدا. فهد قال المبيدات ما اشتغلت وهاي الأمور. المبيدات وزارة الزراعة متعاقدة الظاهر ويا شركة أو ويا شخص. هاي المبيد اللي موجود مو مال حطة، مو للقمح، هذا مال الشعير. أنا أخذت ما عنده نسبة ورحت وديتها مهندسين اختصاص. ها اي وقلت لهم حللوا لي هاي ودفعت فلوس على مدعف هذا المبيد شنو الصيغه مالته الموجوده. جاني اتصال عزيز هذا المبيد غير صالح للقمح، هذا يؤذي القمح، هذا المبيد فقط مخصص للشعير. جزاكم الله الف خير. زين هو المنتج غير بي ليبل يقول لك شنو تخصص اختصاصه؟ هذا الليبل يختلف عن المنتج الموجود بداخله، المبيد اللي موجود الماده. نعم هذا مخصص للشعير. هسه احنا قطعه ما الشعير ماشي، لما كافحنا بقت بس الشعيره واحده، الادغال ماتت ما شاء الله. لما احنا كافحنا نفس الجربت طبعا لا الثانيه الحنطه دمرت اياها يعني مو هي. نعم ايه الامطار صارت رجعت طقت الادغال، اضطرينا بعض الساحات احنا اشترينا من المكاتب الزراعيه. طبعا المكاتب الزراعيه تبيع لك بصيغتين يعني صيغه الاجل والنقد. نعم. ايه بالاجل يحملون المبيدات اسعار خياليه وبالنقد ماكو احد. فرضا اشتريت من المكاتب الزراعيه ال 1500 دونم تكلفك 75 ورقه. ايه ال 75 ورقه 1500 دونم مبيدات ايش قد يعني يزيد عليهن؟ يزيد عليهن يجوز 30 40 ورقه. يعني 50% تقريبا. اي 50%. هسه مثلا البذور المبيدات مال الطماطم مال البطيخ مال البوتيتا مثلا المبيد البلدوزر اذا هو ب 25000 يبيع لك 75000 هيك اسعار. اي مبيد هذا البلدوزر معروف جماعه. هاي اول مره المبيدات اللي قاعد تاخذوها من وزاره الزراعه ما اشتغلت؟ اول مره، هاي اول سنه. اتصلنا بغير فلح نفس الحاله بصلاح الدين لو بقيه محافظات؟ بقيه المحافظات كذلك نفس الموضوع. صلاح الدين نفس الموضوع. سولف لي على الموسم شلون؟ والله هذا الموسم خير من الله الحمد لله ككميات، لكن لو الداب جاينا من وقت كان الحنطه مالتنا فاخره، لكن الداب عندنا تاخر. انا ذاك اليوم يلا استلمته كارثه لو مو كارثه طبعا. سعره غالي هذا العراقي. هي الداب العراقي درجه اولى لا يعلى عليه، لكن سعره غالي. خليه يسووه ب 500 ليش بيش؟ هسه بالسوق السوداء وصل طن مليون وربع من المعمل بالبصره بيش يطلع. هاي الدوله هي تسعر عاديا، مرات نستلمها ب 850 اكثر مليون نستلم الطن 910 هيك. نعم زين هذا الداب ايش قد يكفي؟ بس اذا يسووه مو على يكفي، خلي بس يقللون سعره. انا راضي ب 500 اخذ الطن. 500 راضي؟ راضي درجه اولى حتى الفلاح كلها مو بس انا. نعم هي. 700 هم راضين بعد 700 وش رقم؟ درجه تخدم الدوله بس مو يقول لي والله ب 900 تاخذه للطين، لو بالمكاتب تاخذه بمليون وربع، واذا اخذته بالاجل بمليونين. زين انا حنطه تريد انت تريد من عندي حنطه كوزاره زراعه. نعم كرئيس الدوله يريد من عندي انتاج حنطه لازم. لا زين انت وفر لي وانا انطيك الانتاج. اها ايه بعد هذا الموسم الصاربي هذا الموسم يعني عرفنا تاخير الداب. تاخير الداب والمي والكهرباء. ليش كهرباء ايش تستفادون منها؟ الكهرباء نشغل عليها الديزلات العفو المواطير الكهربائيه، نسحب مي من الاسحاق ان كان او من البحيرات اللي مسوينها الصغار نسحب. نعم. من عندها مي ونسقي بها الحنطه. يوم من الايام حكينا انا وياك على موضوع الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي قلت العراق يقدر. العراق 17 مليون دونم الصالحه للزراعه
نقول 7-8 مليون دونم ماشي، اللي جاي تنزرع 1.5 مليون دونم. صح صح لو لا؟ صحيح. ايه جاي يسوقون للسايلوات هاي البذور اللي يستوردونها من برا. مثلا انا كشركه زراعيه ينطوني كتب ماشي، اقدر اشتري من غير فلح بس ما اسوي. ليش؟ لان شغلتين، اول شغله حرام، ثاني شغله انا ما عندي فلوس. قصدك ذول اللي يسمون بعضهم هاي المكاتب جاي يسويها، منتجي البذور. منتجي البذور منتجي ماشي؟ البذور نعم. ايه فهذا راح يسوق للدوله خلينا نقول 3 مليون طن سوقوا للدوله. احنا ما زارعين 3 مليون دونم، احنا زارعين 1.5 مليون. منين جت 1.5 مليون الاخ؟ منين جتي؟ يستوردوها؟ مستوردينها. هاي الاستراليه مثلا يعني فد اصناف دمرت العراق دمار. نعم. اي يعني شنو الفائده اذا احنا صار عندنا اكتفاء ذاتي والطحين مالتنا مو زين والحنطه مالتنا مو زينه؟ صحيح. ما تفيد. احنا خليه يرجعون هاي الاصناف اللي مضمومه بابو غريب، ها؟ بوزارة الزراعه. مخزن استراتيجي. اي المخزن خليه ينطونا اياها. خلينا نرجع نزرعها. اللي بات 99 موجودات لون دثرت. موجودات عندهم، مضمومات عندهم بوزارة الزراعه. ابد ما اندثرت هاي سالفه. وخلي يمنعون استيراد هاي المغلفات مال القمح. انا والله استفاد من عندها، غير الصدق؟ ايه. انا لما ازرع مغلف بالدونم يذب لي 1.5 طن. ولما ازرع الايباء يذب لي 1.2 طن. يا هلا ازرع هاي 1.5 طن. صح لو لا؟ بس ليش لا؟ بس ما اقدر ازرعها. جوده مو زينه؟ مو على الجوده مو زينه، راح تدمر لي الاصناف العراقيه. انا مزارع ابن مزارع ابن مزارع، وابني باكر عقبهم يصير فلاح. ماشي مزارع. الزراعه عندنا عمرها 7000 سنه. يعني انا لما اجيب هاي البذور الهجين اجي ازرعها طتني 1.5 طن، باكر عقبه ابني ما راح تنطي 1.5 طن، راح تنطي 200 كيلو. ليش؟ لانه اصناف الرئيسيه ابوه وجده ثروه. تمام. يعني هذا الهجين ممكن ينزل. راح يتفلش هذا، راح يدمر الهجين، راح ياذينا يعني باكر عقبه حنطه ما مال اجل بعد. منين نجيب؟ منين؟ لازم نظل نتوسل. نتوسل بالشركات الكبرى نتسول يعطونا قمح، خليه يمنعونها. هسه انا فلاح استفاد ماشي؟ بس خليه يمنعونها، يمنعون استيراد القمح. ان كان للزراعه وان كان للاعلاف وان كان للخبز بعد. اها. اي خليه ينطون دعم على المغشات. اي هسه قالوا العصفوريه والمحوريه، العصفوريه خليه يثبتون بالاراضي الطينيه والمحوريه بالاراضي الصحراويه، مو يجي يجيب لي ابو مزرعه مثلا هنا بهاي المناطق ينطي محوريه ويغصب انه يشتري محوريه. هاي ارض طينيه، ما تهم بها المحوريه. تغوص. لازم لازم العصفوريه. والاما الصحراويه اللي نقول الفلوجه، الرمادي، الانبار، كربلاء. النجف، الكربلاء. هاي صحيح. تهم بها المغشات. هنا أنا عصفوريه لازم. هنا لازم الاراضي الطينيه لازم عصفوريه. العصفوريه هاي ايش تسوي؟ خطيه. شلون هسه هاي؟ خطيه صحيح. انا زارع الشعير عليها نجحت. نجحت نجحت. المحور للصحراوي اللي يسوي دائره. دائري. اللي يسوي دائريه. جيد. يعني 4.5 طن احنا نقدر نوصل اكثر. قلت لك 7 مليون دونم اللي صالح الزراعه و8. نقدر نوصل 9 مليون طن بالسنه. زين انا ما اكو دعم يعني. انت ملخصتك يا استاذ، اذا انت انطيتني مزرعه ماشي وما بيها مي وانطيتني بذور وهاي، منين اجيب المي؟ خل احفر بير. ما يقبلون. ما يقبلون. ممنوع. تمام. كهرباء خل مد. كهرباء ماكو. اجيب مولدات. غاز نزل لي سعره. نعم. انطيني دعم بالمواد، خليني احفر البير. زين عزيز، خلي اسال ايضا سؤال مهم جدا يعني. نعم. يعني انا ما اريد احتراما. المياه الجوفيه ما تخلص. يعني اذا بالضبط احتراما انا لكل الناس اللي جو هنا ما راح اذكر اساميهم على موضوع التجارب العلميه. انتم بمزرعتكم صرت تجارب علميه. أي. من اساتذه من جامعه بغداد مره صورنا ايضا مع دكتوره. ولكن يعني على مود تنجح تجاربهم وهاي الامور فهاي شيء خاص بهم، لازم موافقه شخصيه. نعم. من حضرتك كل التحيه لهم. نجحت هذه التجارب؟ نجحت نجاح باهر. شنو مثل شنو كان اسباب نجاحها وشنو النجاح؟ هاي شلون نقول مضاربه بين صنف عراقي وبين صنف روسي. بس هاي التجربه مو اول سنه هنا، لا، هاي التجربه صالح عمرها من 2009. يعني جيد. يعني البذور هاي اللي صارت تكونت 14 سنه. اي 14 سنه يلا اخر غله الها. جتني زرعت هنا ذب الدونم 1.5 طن تقريبا ونص.
أكثر. الدونم. الدونم، وش قد احنا ذابين بالدونم بذوق؟ 25 كيلو. احنا انا اسال الحسباء اذب 45 ماشي؟ يبات 99 اذب 50، 55 اوصلها. نعم. ماشي؟ هاي ذبيت 25 انتجت لي طنين و200 طنين ونص. عزيز انت دارس بروسيا وعندك ارتباط كبير بروسيا. نعم. وروسيا من الدول الاستراتيجيه بزراعه القمح. رقم واحد. بالضبط عالميا. الدونم هناك ايش قد ينتج؟ الدونم الحنطه مالتهم تختلف عن الحنطه مالتنا. انا ما قايسها يعني بالضبط هناك. لكن كل ما اسال واحد يقول لي 3 طن بالدونم، والدونم يختلف عندهم هكتار يمكن. اي لا لا، هناك الدونم عندهم 1000 متر. بس مستحيل انه ال 1000 متر. واو يعني احنا 2500 متر. يعني يجوز هاي ال 1000 متر الذب عندهم طن ونص. رقم جيد جدا. اي حيل زين. نعم. نقدر نستفاد من خبراتهم؟ لو ما نقدر. لا يعني احنا خبرتنا بالزراعيه بالعراق افضل من اي دوله. لعليش فوق وعين. احنا ما عندنا لا مكننه ها ولا عندنا هندسه مضبوطه. نعم. دني ثياتمه، واذا موجودات ها ف يعني الوضع العراقي ما يساعد. زين ليش تفوقوا عليه؟ الموضوع بين يعني عندهم مكننه مثلا؟ اي عندهم مكننه حديثه. اي وعندهم مبيدات درجه اولى هسه الروسي، المبيد الروسي رقم واحد. ما راحوا استوردوا من برا. سووا المعامل مالتهم دولتهم واشتغلوا صحيح. خلي يجيبون لنا معامل من امريكا ها ومهندسين من امريكا لو من روسيا. من روسيا ان كان او من امريكا. أي. مو احنا ربعنا على امريكا ما يقدرون. ها مخولين يمكن والله. فيجيبون هنا والمهندسين يدربون المهندسين مالتنا. في مال لا في مال لا. يا بس امريكي روسي اسباني اهم شيء يخدم الزراعه العراقيه. عراقي صحيح. مو تجيب مستورد. اي مجرب يعني. شوف هسه هاي الدكتوره اللي سوت التجربه من 2009 لحد يومنا هذا وما راحت وثقتها. ليش؟ تريد تشوف انه هذا اللي مالتها الحنطه تظل مستمره يعني تنتج نفس الانتاج لو تضعف. اذا تضعف على مود تلغيها بالكامل. زين هالسنه التسويق شلون؟ سهل والله الحمد لله. زين بسرعه اي لا 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 مو مثل السنوات السابقه. لا هالسنه تعتبر احسن سنه. اي لا لا احسن سنه. زين السعر راضين عليه اليوم انتم كمستثمرين بالزراعه؟ اي الحمد لله السعر زين جيد جدا. 850 او 25 850. اه 800. اي بس المشكله وين؟ انه قلل لي الداب سعر الداب وسوي ضبط على الغاز بوقت شهر الواحد ومن العاشر للواحد خلي يسوي لي ضبط على الغاز. لا تهريب ولا هاي. ليش؟ لانه انا بشهر العاشر اشتريت البرميل مال الغاز ب 200,000. 200,000 هسه جاي اشتري 135,000. اها هم غالي صح ولا لا؟ اكيد. ايه. والقطوعات خلي يكملون القطوعات مال المزارع خليهم يفترون. انا شنو اروح انا اعرف زرعي واروح افتر على القطوعات مال الغاز؟ شنو هاي القطوعات؟ المحط يعني مثلا كل مزرعه لها 5000 لتر تاخذ بالشهر بالسنه. المهم انا هسه مشتري 6000 لتر يعني هم صارت علينا غاليه. اي ومره تقرضت قرضه الله وكيلك بعد لانه ما لقيت غاز. اها رحت من هنا من ولد والله قلت لهم اعطوني 2000. الله يسعدك. طبعا كل التحيه والشكر لك عزيز والله يساعدكم. حياك. واحنا دائما داعمين لكم كاعلام عراقي وقناه الايام الفضائيه. اشكرك والله دائما اشوفك. ربي يخليك خدمتكم. الله يخليك خدمتكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. خلصنا من منطقة الحصاد اللي حقيقة تقع في أقصى مناطق الشيخ جميل تابعة للعبايشي اللي مثل ما قلنا حددنا مكانه. ولكن اليوم أريد أوصل رسالة لكل الأخوة الشباب اللي يتابعون برنامج أرض السواد، لكل الأخوة المشاهدين، إنه العمل اجتهاد. الشخص اللي يدور على عمل حتى لو كان عنده خريج كلية وتعبه وجامعات وهذه الأمور، ولكن ممكن يتجه اتجاه اخر لان الظروف ممكن تكون غير جيده، ما لقى فرصه عمل اللي تليق اليوم باختصاصه وتخصصه. نلتقي ويا حسين. شلونك حسين؟ وعليكم السلام. اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله الحمد لله. حسين انت خريج شنو؟ خريج كليه الحقوق قسم القانون جامعه تكريت.
اها بجامعه التكريت. بجامعه التكريت نعم. نعم. وانت من سكنت هذه المنطقه؟ هذه المكان صلاح الدين محافظه صلاح نعم الدين. في نعم في شيخ جميل. نعم في شيخ ممتاز. جميل. محمد اريد اسالك سؤال، ايش عجب ما اشتغلت كمحامي؟ ما لقيت الوظيفه المناسبه. نعم. يعني ما شفتها وظيفه مناسبه لي كمزاوله هذه المهنه. مدخول يعني الاقتصادي قليل. قليل وزراعة. نعم نعم قليل، فالتجأت الى الزراعه. الزراعه؟ نعم الزراعه. هاي خطوه انت متندم عليها؟ لا لا ما متندم عليها. نعم. اي نعم. حلو ممتاز. اردتك سؤال. جواب. انت شو اسمك؟ حسين. حسين شنو؟ حسين علي. علي شنو؟ علي محمد. محمد شنو؟ قيطان. اخر شيء. نعم. باسمك شيخ جميل؟ نعم نرجع الى الشيخ جميل يعني نسبنا. نعم. هاي المنطقه اسمها منطقه الشيخ جميل. جميل. نعم. واكو مرقد. مرقد الشيخ جميل هم هنا موجود. موجود هنا مرقد. نعم موجود. من الشيخ جميل؟ الشيخ جميل تابع يعني احنا من وعينا عليه هو موجود الشيخ جميل. يعني رجال كرامات متدين. نعم نعم متدين. نعم شيخ. نعم يرجع اصلا موسوي. اها الاصل الامام موسى الكاظم. نعم الاصل نعم. موسى الكاظم. أها. المرجع مالته كأجداده. الأجداد. نعم. وصار مهم بالمنطقة العالم. صار مهم وحتى تسمية المنطقة صارت على نسبه يعني. على هذه المنطقة. على نعم إلى الشيخ جميل. يعني أنتم من أبناء المنطقة الأصليين. إحنا الأصليين إحنا موجودين بهاي المنطقة. شنو العشائر هنا تتكون بالشيخ جميل؟ أكثر شيء عشيرة السادة المقادمة. أنتم. نعم إحنا الموجودين. وبعد هنا. أكو عشائر أخرى. قلة كعشيرة الشمر هنا موجودة أيضا. نعم. العبيد موجودين هنا بس بقلة قلة يعني. نعم هذه المنطقة أكثريتها مزارعين. أكثريتها مزارعين. إيش يزرعون هنا؟ يزرعون كافة المحاصيل الزراعية. خضروات. خضروات من ناحية صيفية شتوية. زراعة استراتيجية. نعم موجودة كل شيء موجود في هذه المنطقة يتوفر. يعني تركت المحاماة. تركتها زين نعم. إذا جتك فرصة ترجع للمحامي. إلا ألقى وظيفة مناسبة. مناسبة. إيه كتعيين. ها إيه كوظيفة التعيين لا استمر أما غير تعيين لا. نعم إيه. حسين شغلك شنو بالزراعة؟ أكثر شيء سقي. سقي المحاصيل الزراعية. نعم هسه نعم. حاليا احنا موسم حصاد. هسه حصاد كنت في الزمن الماضي أزرع نزرعنا الحنطة ونقوم بسقي الحنطة أكثر شيء. داروها السماد. إيه الاهتمام بهذا المحصول الشتوي. إيه. عزيز انا وياه تكلم وياي قال اكو قسم هو مسؤول عليه حسين نجح. نعم شنو هذا القسم؟ سؤال الاباء حنطه الاباء. اباء 99. نعم 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 هذه الحنطه. شلون نجحت؟ ايش قد زرعتوا؟ ايش قد الكميه؟ زرعنا ما يقارب احنا سوينا على 25 30 30. نعم يعني زرعنا اكثر من 100 دونم. 100 دونم اي اكثر من 100 دونم. نعم. زرعناها. ايش قد انتاجيه؟ انتاجيه الدونم ذا بعدنا اكثر من طن. هذا نجاح يعني. نجاح اي نعم. عندنا 25 دبت ما يقارب 26. الدغل اذاكم هاي الامور تعرف انت الاجواء المناخيه ما ساعدت بقطع المكافحه. ليش ما ساعدت؟ ها او نكافح منا سبحان الله مطرت منا فما يستفاد المحصول من المكافحه. نعم ما يستفاد الادغال ما تموت يعني صارحة. الامطار فادتكم وضرتكم؟ فادتنا وضرتنا الاكثر. الاكثر طبعا اللي فاده. ها طبعا ايجابيه أكثر. ايجابيه اكثر. نعم أي. ان شاء الله السنه الجايه تتحولون للسقي الحديث ان شاء الله. يعني سقي المرشات ان شاء الله. زين اليوم انت تعمل نعم. بمجال الزراعه اذا خلص موسم الحصاد وين راح تتجه؟ نتجه نعيد هذا المحصول نعيد نطربس القاع. شنو نطربس؟ مي تغرقها. تغرقها بالضبط. اي احنا صحيح الطربيسه هنا بالمنطقه. اي الطربيسه يمكن كل المناطق صحيح طربيسه. اي نعم الطربيس طربسوا. اي تهم الطربس. نطربس على كلنا مود كلنا نطربس. اي كلنا نطربس على مود الحشائش تطلع. اي على مود الحبايه تتلف يعني بعد حتى ما على مود ما تاثر مستقبلا على المحصول. زين هاي القاع تزرعوها غير شيء قبل الحنطه لو خلص حنطه بس؟ يعني اذا توفرت نعم نزرعها كدخن ايضا. يمكن اذره هم يزرعوها. ايه نزرع الاذره. لو تحتاج لازم ترتاح. ترتاح لو زرعوها. لا عادي عادي عادي. ها بوتيتا وماش. نعم تنزرع. تزرعوها ممتاز. كم واحد يشتغل وياك؟ بحدود 15 واحد. علاقتك ويا المستثمرين؟ لا زينة ان شاء الله. عزيز وفهد؟ لا زينة. من الاقصى عزيز يعني شوية عصبي وهاي؟ والله هو حسب العمل يعني اذا اشوفك ونقص بالعمل اكيد يصير. من يصير عصبي اكثر واحد؟ والله اكيد عزيز. عزيز. نعم عزيز. نعم عزيز. هذا عزيز كارثة. ليش هيك عزيز؟ يا ابو الدراجة فوت يلا. لا 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 بقيها
هاي هاي عمال كلهم بالمزرعه. نعم حبيبي الله يخليك. فما شاء الله عمال وياكم. نعم نعم. شنو شغلهم؟ هسه قبل شوي شفت شخص جايب قواني. فاتوا من الناس سواق. سواق سواق. اي نعم سواق المكاين. انا هم دي اشوف عندكم مثلا ابو الحاصد يبات يمكم. نعم. جاي من واسط. نعم ما شاء الله. طبعا احب المشاهد يخلي اقول لكم على شغله مهمه جدا. اليوم احنا ببلد بالاعلام الخارجي معروف احنا بلد نتقاتل طائفيا وحرب اهليه وهذا من فلان جهه وهذا كردي وهذا عربي وهذا سني وهذا شيعي وتركماني ومسيحي. شاهد الله خلي اقول لكم على قصه هذا المزرعه. يعني انا عذرا على هاي المسميات وهاي يعني خليط كامل. ابو الحاصد جاي من واسط، ابو اللور اللي يتحمل جاي من الموصل. صح. اهل المزرعه اصولهم من الحويجه، الشباب اللي يشتغلون من صلاح الدين، عباره عن اختلاط كبير جدا. نعم نعم اكثر من يوم جمعتهم مصلحه واحده هي الزراعه، حب الوطن والانتاج من اجل الوطن. هاي اليوم الرساله اللي نوصلها للعالم كله انه بلدنا تجاوز كل هاي الفتن اللي جابها الاحتلال وياه، والحمد لله والشكر. نعم الحمد لله. انت من هذه المنطقه مثل نعم ما قلنا. نعم المنطقه. نعم نعم. ايه هسه قلنا عزيز عصبي. عصبي نعم. وفهد، فهد شوي قلبه اطيب. اي شوي قلبه طيب. يعني قصدك عزيز قلبه مو طيب. يقسي على الوحش شوي عزيز. سمعت بيها بها عقوبه. ممتاز. ربي يحفظكم ان شاء الله. ايضا صحيح. يعني اريد اسال سؤال، انت اهلك يشتغلون بالزراعه لو؟ نعم نعم. هم نفس المكان لو بغير جهه؟ نفس المكان، لا يعني بارض خاصه. انت عندكم ارض خاصه؟ نعم خاصه. شنو ايش زرعوها؟ زارعينها العنب. عنب؟ نعم. ما شاء الله. فاليوم اجي اصور يومكم. تمام الله يخليك. شو كنت انت يبدي العنب بالنضوج؟ يبدي العنب بالنضوج تقريبا بالسابع، نهايه السابع. ان شاء الله. ان شاء الله. حسين انتوا زرعتوا مختلف انواع البذور. نعم. بس احسك انه ببالك انه الاباء هو النجح اكثر، صح؟ الاباء نجح اكثر. ليش؟ والحدباء هم نجحت بس اكثر منه. اي لا نجحت الاباء احسن. الاباء 99. اي نعم احسن. نجحت. نعم. شو تحب توجه نصيحه للشباب اللي ما لقى تعيين وظل قاعد بالبيت؟ والله يلتجئ الى فرصه عمل، يعني خا ما يظل قاعد. اي. يعني هسه انا خريج قانون. كلية القانون ما شفت الوظيفة مو مناسبة لي. نعم. ماكو ذيك الوظيفة اللي توفرت لي اياها لي الدولة على مود اكمل بها، فالتجأت الى الزراعة. ايه. يعني تهم روحك شوية الزراعة، خلينا نظل قاعد بالبيت. والله صحيح. ايه. رأيت يا مواليد 98. 98. نعم. هذا الشيء هذا اليوم مثال الشاب الناجح اللي نفتخر به. كل التحية والشكر. الله يسلمك. الله يخليك. ممنون. الله يسلمك. من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية من محافظة صلاح الدين وبدايات حملات الحصاد الكبرى. الموسم يبشر بخير إن شاء الله، وممكن نوصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالعراق إذا استمر العمل بنفس الاجتهاد وبنفس الجهد. طبعا مثل كل سنة وكل موسم حصاد، أهل المزارع والمحاصيل الزراعية عندهم طلبات اليوم للحكومة العراقية، وأهمها توفير المياه، توفير مبيدات ذات جودة عالية، وأيضا توفير الأسمدة بالوقت المناسب. يا رب إن شاء الله كل محافظاتنا العراقية تكون بها حملات الحصاد وتحدي على خير وسلامة ويكون إنتاجية كبيرة. طبعا انتظرونا بحلقات أخرى. إلى اللقاء.